يسلط هذا الفيديو الضوء على مؤتمر إكرا، أحد أهم المؤتمرات المتخصصة في الروبوتات والنظم التلقائية. يهتم الباحثون في مجال الروبوتات بتصميم مثل هذه الأذرع العصوية المتحركة بالغة الأهمية في الجراحة. هذه اليد الآلية تعتمد على محركات مصنوعة من خيوط الحياكة لمحاكاة تصميم وانقباضات اليد البشرية. يتم تجميع عدد من الآليات لصنع أجسام معقدة كهذا الهيكل الخارجي القادر على الوقوف دون مساعدة خارجية. تستعمل الروبوتات في الطيران، فهذه الطائرة تعتمد على الطاقة الشمسية للمساعدة في مهمات البحث والإنقاذ. هذه المركبة بتصميمها الحديث قادرة على التحرك في جميع الاتجاهات باستعمال محركين فقط. هذه المروحية الصغيرة آمنة جداً وقادرة على تحمل الاصطدامات مع المحيط. بعض الروبوتات لها تصاميم وحركات مشابهة للثعابين. الروبوتات في هذا المرآب قادرة على تحريك السيارات وإخراجها من الأماكن الضيقة لاستغلال المساحات بكفاءة. بعض الروبوتات صغيرة جداً، فهذا الروبوت صغير لدرجة أن بإمكانه طي نفسه مثل ورق الأورغامي حتى ينتقل بسهولة. هذا الروبوت المجهري موجه بموجات مغناطيسية للاستخدام في تحريك الأجسام. تستعمل الروبوتات أجهزة لاستشعار محيطها، فيمكن استخدام الكاميرا وأداة تحديد الاتجاه للحصول على صورة دقيقة. تحتاج الروبوتات إلى بناء خرائط للمواقع، وذلك للتنقل بشكل آمن في المناطق المجهولة، وذلك باستخدام كاميرا مثبتة داخل الروبوت. تمكن تقنيات معالجة الصور من التعرف على الأجسام المختلفة وفصلها عما حولها. يمكن استخدام الصور لتتبع مسارات الأجسام أثناء الاستخدام. يقصد بالتخطيط اختيار الحركة التي تتماشى مع القيود المختلفة. في هذا المثال، على الروبوت الذي يعمل بالطاقة الشمسية أن يظل دائماً تحت الأشعة. تستخدم نماذج ديناميكية مبسطة لتخطيط حركات سريعة بحيث تتماشى مع التضاريس المحيطة. يطبق هذا الروبوت خوارزميات لتحسين مساره، بحيث يحافظ على توازنه ويتحرك بسرعة وتناسق فوق التضاريس الصعبة. يشكل التخطيط في الأنظمة متعددة الأبعاد تحدياً إضافياً، مثل هذه الذراع التي تلتقط الأجسام من وسط الركام. يمكن أحياناً استغلال هندسة البيئة لتيسير عملية الالتقاط. تتطلب عمليات معقدة كطي كرسي تخطيطاً يأخذ بعين الاعتبار كل من المهام الجزئية والحركات المتواصلة. تستطيع الروبوتات التنسيق فيما بينها، فهنا يعمل هذان الروبوتان بتناغم ويحلان تعارضاتهما الطارئة بكفاءة. تعلمت هذه الروبوتات كيفية التواصل فيما بينها حتى تعمل معاً نحو هدف مشترك. بإمكان الروبوتات المكوث والتحرك في نفس المواقع التي يعمل فيها الإنسان، حيث تدرك وجوده وتتفاعل معه. لقد تعلم هذا الروبوت كيفية التفاعل مع المستخدم من خلال التجارب السابقة، وبإمكانه الآن التعرف على ما ينوي المستخدم فعله. تمكن التقنيات الجديدة للتعلم الروبوتات الجراحية من تطبيق حركات معقدة ومرهقة دون تدخل خارجي. قريباً، قد يتمكن الجميع من برمجة الروبوتات باستعمال لغات البرمجة المرئية بسهولة. تفضلوا بزيارة مؤتمر إكرا في شهر مايو حتى يتسنى لكم مشاهدة كل هذا وأكثر. بإمكانكم الاستمتاع بمشاهدة استعراضات الروبوتات والدخول في مسابقات حولها.